أمامكم الآن جدول يوثق لجميع الميداليات الذهبية التي حققها المغرب طيلة تاريخ الألعاب الأولمبية، بدءا بسنة 1984، تاريخ أول ميدالية ذهبية يحققها المغرب عن طريق البطلة نوال المتبوكل في مسافة 400 متر حواجز. وفي ذات السنة حقق سعيد عويطة ذهبية 5000 متر. وفي سنة 88 وفي مسافة 10000 متر حقق إبراهيم بوطيب الميدالية، ليعود خالد سكاح في نفس المسافة سنة 92 900 لألف لتحقيق الذهبية. وغابت الذهبيات عن خزينة المملكة إلى 2004، أين حقق هشام القروش ميداليتين في مسافة 1500 و5000 متر. وفي سنة 2020 حقق سفيان البقالي ذهبية 3000 متر موانح، ليعود ويؤكد الإنجاز في أولمبياد باريس 2024. إلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. المفكر المغربي يحييكم، يضرب لكم موعدا قريبا بإذن الله، ويشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.